السلام عليكم. في تطبيق اسمه رفيق، ده عباره عن مساعد افتراضي بالنسبه لك. الميزه ان هو بالعربي، تقدر تتكلم معاه بالعربي سواء كتابه او صوت. اول حاجه بيقول لك اختار اللهجه بتاعتك، اللكنه المصريه او اللكنه الخليجيه، وبعد كده ممكن تبدا تتكلم. هو طبعا يسالك عن اسمك وبعض الحاجات البسيطه، تقول له مثلا عايز اكل، عايز اخرج، عايز العب رياضه، فيبدا ان هو يتجاوب معاك. تبقى كل الحاجات خاصه بك انت، يعني الأجوبة مش عامة، لأ خاصة بك أنت. فأعتقد إن هو يستحق التجربة. اسمه رفيق.